قال عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين. وقوله عليه الصلاة والسلام كذابون 30 في تقديم كلمة كذابون على 30 في فوائد. الأصل 30 كذابون، فتكون كلمة كذابون صفة، لكنها قدمت هنا من أجل ماذا؟ من أجل تقبيح هؤلاء في ذواتهم وتقبيح ما ادعوه. وأفاد ذلك أيضا أن صيغة كلمة كذابون صيغة ماذا؟ صيغة مبالغة، على وزن فعال كذاب كذابون، فقد بلغوا في الكذب مرتقا كبيرا.